بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، زينة الخلائق أجمعين، حبيب إله العالمين، المصطفى الأمجد، الرسول المسدد، أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. أما بعد، أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا ومرحبا بكم مرة أخرى مع برنامجكم الراصد، مع شخصية جديدة وشبهة والرد عليها بالأدلة والبراهين. هذه الشخصية لهذه الحلقة معروفة بشدتها على الشيعة. تبي تبين هذه الشخصية حقائق للناس. اخترنا هذه الشخصية، خلونا نشوف مع بعض شنو قالت. والذي تولى قتل الحسين بيده 4 أو 6 كلهم فرس وبالأسماء، والشبر ابن الجوشن هذا فارسي، وهو الذي أصر واشتهى شهوة عارمة أن يقتل الحسين. ما شاء الله على هذه المعلومات القيمة يعطيها للمشاهد. قاتل الإمام الحسين سلام الله عليه، اللي هو شمر بن الجوشن عليه لعائن الله، لم يكن فارسيا بل كان عربي. حتى نبين للناس الحقائق ونبين للناس مستوى هذا الشخص وماذا يريد. أحد أكبر العلماء المعروفين اسمه ابن حزم، عنده كتاب اسمه جمهرة أنساب العرب، في صفحة 292 تحت عنوان وهؤلاء بنو الضباب بن كلاب بن ربيعة، يقول: ومنهم قاتل الحسين رضي الله عنه شمر بن ذي الجوشن. في أي كتاب؟ جمهرة أنساب شنو؟ العرب. إذن التلاعب على الناس وتحريف الحقائق لمصلحة من؟ يا جماعة، كان عربي ولا فارسي، هذا قاتل ريحانة المصطفى، جهنم وبئس المصير. لكن التلاعب على الناس وتزوير الحقائق ليش؟ المشاهد العزيز هو الذي سيعرف ذلك. أيضا من العلماء العلامة الكبير القلقشندي. من هذا العلامة؟ أحد العلماء المعروفين ترجم لهذا العلامة علامة النسب، هو بكر أبو زيد، في كتابه طبقات النسابين صفحة 150 يقول: القلقشندي أبو العباس أحمد بن علي بن أحمد الجمالي الفزاري القلقشندي، إلى أن يقول في صفحة 151: كان علامة في الأنساب. طيب، الآن بعد ما عرفنا ترجمة هذا العلامة، علامة في الأنساب، عنده كتاب اسمه نهاية الأرب في معرفة أنساب العرب. أنساب منه؟ أنساب العرب، في صفحة 63 و64. بنو الضباب أيضا بطن من بني عامر بن صعصعة من العدنانية، اشتهروا باسم أبيهم أيضا وهم بنو الضباب، واسمه معاوية بن كلاب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة.
وفي صفحة 64 يقول: منهم ذو الجوشن الأعور عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، قاتل الحسين بن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه. إذن يا جماعة الخير، القاتل عربي وليس فارسي. يعني هذا التشويش وهذا التدليس على الناس لماذا؟ على هواه، يتصور ما حد راح يجي يكشفه. ذكرت قول الشاعر الذي يقول: من كان في حجر الأفاعي ناشئا غلبت عليه طبائع الثعبان. هذا الشخص ومن كان على شاكلته لا يريدون للناس أن يعرفوا الحقائق. طيب خلونا نشوف هذا الشخص شنو عنده بعد، تابعوا معنا. وعمر بن سعد هل هو فارسي؟ هذا شيء وهذا شيء، هذا شيء وهذا شيء. شمر بن ذي الجوشن هذا فارسي، نعم، وكان متشيعا وقاتل مع سيدنا علي في صفين، نعم، قاتل مع علي في صفين ويقتل ولده في الطف. والله حلو الإحراج كان ها من المذيع، خش ورطة ورطة. يا حبيبي شنو هذا الشيء وهذا الشيء؟ هو قاتل الإمام وعربي، ليش فرقت بينهم؟ لأنه يعرف تماما أن سؤال المذيع يبين له خطأه أو تدليسه على الناس. طيب خلينا نرجع للكتاب نشوف. كتاب اسمه تهذيب الكمال في أسماء الرجال، المجلد السابع، صفحة 484، في ترجمة عمر بن سعد بن أبي وقاص تحت خط هذه القرشي الزهري أبو حفص المدني. يقول: وقال أحمد بن عبد الله العجلي، هذا أحد العلماء المعروفين، كان يروي، اللي هو عمر، كان يروي عن أبيه أحاديث وروى الناس عنه تحت خط: وهو الذي قتل الحسين وهو تابعي ثقة. الله أكبر، إنا لله وإنا إليه راجعون. قاتل الحسين سلام الله عليه ثقة. طبعا في التفاتة جدا مهمة، لاحظتوا معي أعزائي المشاهدين على الشاشة، شفتوا أن وقاتل الحسين ثقة. إذا رجعنا للكتاب اسمه تاريخ الثقات للعجلي، تاريخ الثقات للعجلي بترتيب الهيثمي في صفحة 357، يا جماعة هذا الكتاب هو نفس المؤلف اللي قال عن قاتل الإمام الحسين ثقة هو العجلي، هو نفس المؤلف هذا كتابه. لاحظ الآن معي ماذا سيقول في ترجمة عمر بن سعد. يقول: عمر بن سعد بن أبي وقاص كان يروي عن أبيه أحاديث وروى الناس عنه وهو الذي قتل الحسين. بعد شوفوا معي نقطة، لاحظتوا معي أعزائي المشاهدين على الشاشة تاريخ الثقات العجلي. طيب خلينا نرجع للكتاب تهذيب الكمال. وقال أحمد بن عبد الله العجلي كان يروي عن أبيه أحاديث وروى الناس عنه وهو الذي قتل الحسين. لماذا حذف وهو تابعي ثقة؟ ليش هذا الكلام حذف؟ أنا أترك المسألة لذوي الضمائر الحية. شنو يسمى هذا؟ الحكم للمشاهد. وأما قوله
شمر بن ذي الجوشن هذا فارسي، نعم، وكان متشيعا وقاتل مع سيدنا علي في صفين. نعم. طيب وين كان متشيعا؟ شو المشكلة؟ ثم ماذا؟ شيعي وكان متشيع؟ بمجرد أنه عاد أهل البيت قاتل أهل البيت رأسا، انسلخ من التشيع، خرج من التشيع، شيعي صار ناصبي. شنو المشكلة يعني يا أخي؟ أحد الذين كان يكتبون للنبي صلى الله عليه وآله وسلم الوحي ارتد وصار نصراني. شو المشكلة؟ أين ذلك؟ في صحيح البخاري المجلد الثاني الجزء الرابع صفحة 246 عن أنس قال: كان رجل نصرانيا فأسلم وقرأ البقرة وآل عمران، فكان يكتب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فعاد نصرانيا، فكان يقول: ما يدري محمد إلا ما كتبت له، فأماته الله فدفنوه، فأصبح وقد لفظته الأرض، إلى آخر الرواية. إذن شخص كان يكتب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم الوحي ارتد وصار نصراني، شنو وين إشكالك؟ زين، كان شيعي صار ناصبي، شنو المشكلة؟ ما في مشكلة، لكن للأسف يريدون خداع الناس بمثل هذه الأمور التافهة. مسألة أخرى، أنه شمر قاتل مع الإمام علي عليه السلام، وهو أيضا قتل الإمام الحسين سلام الله عليه. يا جماعة ما نعرف وين المشكلة. طيب هل يلزم أن كل من قاتل مع الإمام علي عليه السلام لابد يكون مؤمن؟ هذا مو شرط. نشوف احنا احد الشخصيات التي قتلت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله، ومع ذلك نص النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأشار إليه أنه في النار. في صحيح مسلم المجلد الأول صفحة 75 عن عمر بن الخطاب قال: لما كان يوم خيبر أقبل نفر من صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالوا: فلان شهيد، فلان شهيد، حتى مروا على رجل فقالوا: فلان شهيد، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كلا إني رأيته في النار، تحت خط هذه، في بردة غلها أو عباءة. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا ابن الخطاب، اذهب فناد في الناس إنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون، تحت خط، إلى آخر رواية. إذا لا يلزم من كون الشخص يقاتل مع الإمام أو مع النبي أنه يكون مؤمن، هذا مو شرط. شمر عليه لعائن الله بعدد أنفاس الخلائق لم يكن مؤمنا، شو المشكلة؟ إذن أعزائي المشاهدين، إخواني المسلمين، الله سبحانه وتعالى يقول في محكم كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين.
احذروا من هؤلاء. هذا الشخص أو من كان على شاكلته يريدون حبس ضوء الحقيقة عنكم. راجعوا خلف هؤلاء والله ستجدون أمور عجيبة. إلى هنا أعزائي المشاهدين انتهينا، وإلى لقاء آخر في حلقة أخرى. عطروا أفواهكم بذكر الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.